اعملي لي قهوتي بسرعه نيجار. حاضر، تحت امرك. لعلمك هذا الفطور لأخاني. سوري، وقعت من إيدي بالغلط. أكيد كرمال خالك بترجعي بتعملي فطور مرة تانية، ما هيك؟ ما تتخيلي إني رح خليكي تتهني بعيشتك لحظة بيناتنا. انتي خلص ما عدتي مرته لأمير، انتي هلأ المرأة اللي غدرت فيه ودمرت له حياته. هاي هي انتي، لهيك يا ريت تلزمي حدودك. حبيبي، كنت عم قلها لريحان مشان أوقات الوجبات تبع أبوك، الدكتور قال لازم ياكل كل ساعتين. ما رح قادر حكيها هون. اللي بدك شي حبيبي؟ بدي اشرب مي. لازم كتير تهتمي بأكله وغذائه، هو بحاجة للفيتامينات ولغذاء كامل. ليش لساتك واقفة؟ قلت لتذوقي القهوة مشان إذا بردت غير لك ياها. أي حاجة، روحي نرعي من وشي، روحي على شغلك. صاير شي بينك وبين نيجار؟ لا، بس شغلها مو عاجبني بنوب. كل الوضع بالقصر ما نو عاجبني. فوضى وما في نظام. أنا متحملة الفوضى والأخطاء تبعها كرمال حكمة. أما إذا بتجي لقلي بزتها برا. بتزتيني برا لكان؟ انتي اللي قومتي قيامة القصر بعملتك وهلأ إلك عين تيجي تحكي عن الفوضى كمان؟ مو مشكلة، جاي الأيام. بس صدقيني نهايتك رح تكون على إيدي. تقليلي شو الفرق بينك وبين نيجار؟ انتي خدامة مثلها، ومو بس هيك، قيمتك بالنسبة إلنا وبالنسبة لأمير مثل قيمتها ويمكن أقل. وجودكن وعدمه واحد. بدك شي نيجار؟ أنا كنت بدي أحكي معك بشغلة ضرورية، موضوع كتير مهم. خليني طعمي خالي وأعطيه أدويته وبعدين بنحكي، ماشي؟ إذا كنتي مستعجلة فيكي تحكي هون إذا بدك. لا، أحسن إذا كنا لحالنا. لا تخاف سيد حكمت، رح أحكي.
احكي الحقيقة ونرتاح أنا وياك من العقربة اللي اسمها شاهدة، لأنه بس تنكشف رح تعفن بالسجن. خير نيجار، عم بسمعك. قولي. بصراحة أنا يمكن كان لازم أحكي هذا الحكي من قبل، بس أنا ما كان سهل علي أبداً أنه أحكي بالموضوع. ما لازم أتردد، لازم أقول لك كل الحقيقة اللي بعرفها. ما رح ضل عم بتستر على مجرمة. هالكلام يمكن يفاجئك، حتى اني خايفة ما تصدقيني. نيجار، معلش تتركينا لحالنا. ايه انا طبعا. نيجار بس ثاني، كانت عم تحكي بشي مهم. بعدين بتكملوا حديثكم. ليلة امبارح سمعتك عم تحكي وانا نايم بالمكتب. قلتي يا ريت فيني اشرح لك اللي صار، يا ريتك بتعرف الحقيقة. هيك قلتي. تفضلي قولي، قليلي شو الحقيقة. تفضلي اشرحيلي اللي صار. أحكي؟ أكيد مانك خجلاني، وبعدين ما في حدا، نحن لحالنا. أحكي. هذا السر اللي أنت عم تخبيه عني أنا من حقي إني أعرفه. بدك تحكي؟ ما بدك تحكي، رح ترجعي تسكتي. كمان هالمرة ما رح تكوني صريحة معي. حاش تسكتي، احكي الحقيقة لمرة واحدة. ما بحقلك تخبي عني. شو مخبيه؟ ويكون بعلمك انه هاي الحقيقة من حقي اعرفها. انا رجعت بس كرمال خالي لوقت ما يتحسن. يعني مو مشانك انت، هادي اللي كنت بدي اقوله. بعرف انه ما اجيتي من شاني، هذا مانو سر. انا مو ولد صغير لتضحكي على عقله. بس يلا ماشي، مو مشكلة. وبعدين ليش عم بسأل انا؟ ليش مهتم اعرف؟ فعلا انا غلطان. من هلأ ورايح ما عاد في اي حديث بيجمعنا. انتي موجودة بس كرمال صحة بابا، مو اكتر من هيك. نيجار، شو اللي كنتي بدك تقولي؟ يلا عم بسمعك.
قولي لي شو الموضوع المهم يلي كنتي بدك تحكي. الشغلة مهمة كتير وبتطير رقبتي، ما بدي حدا يسمعني وأنا عم قلك. طيب قولي لي شو. ماني عارفانة كيف بلش. احكي لا تخافي، قولي كل يلي عندك.